حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من موسم القمح في شمال شرق سوريا وأرياف إدلب وحماة. ما هو تأثير هذه الحرائق على الأمن الغذائي السوري؟ هل سنشهد ارتفاعا في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل؟ من يقف وراء هذه الحرائق؟ بعض الأسئلة التي نناقشها في حلقة اليوم من قضايا، تابعونا. حقول من رماد، حصاد الفلاحين هذا العام في الجزيرة السورية وفي أرياف إدلب وحماة وسويداء وحلب. الحرائق التهمت مساحات واسعة من موسم القمح الذي كان من المتوقع أن يكون الأضخم على مدى عقود ليتجاوز 3 ملايين طن مقارنة مع 1,200,000 طن العام الماضي وفق اقتصاديين، نظراً لغزارة الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء، إلا أن نيراناً مجهولة الأسباب كانت أو معلومة بخرت كل التوقعات. بالنسبة للحرائق التهمت كمية كبيرة من المحاصيل إنتاج 2019 تقدر تقريبا ب 20% من المحصول. المساحات يعني تقريبا في الريف الشمالي أكثر من 1,000 هكتار، وفي منطقة الرقة تقدر ب 25,000 هكتار، وفي منطقة الحسكة في 80,000 هكتار. أصابع الاتهام وجهت إلى قذائف نظام الأسد في أرياف حماة وإدلب وحلب، فيما حمل فلاحو الجزيرة السورية قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية هذه الحرائق كونها خاضعة لإدارتهم. بدوره تنظيم الدولة تبنى الحرائق مؤكدا أنها ضد المرتدين في مناطق الحسكة والرقة. نيران خلفت رمادا يلتهب تحته تهديدات الأمن الغذائي في البلاد، ما يجبر كل الأطراف المسيطرة على الخارطة السورية البحث عن بدائل قد تسد الجوع لكنها لا تغني الفلاحين ولا تجبر كسرهم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا. نناقش في هذه الحلقة قضية الحرائق التي التهمت قسم كبير من موسم الحبوب لهذا العام. يسرنا أن نرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الأستاذ محمد عرفان داديخي، مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للحبوب. أهلا وسهلا بكم أستاذ عرفان. أهلا بكم أستاذ مصطفى، أهلا بتلفزيون حلب اليوم المؤازر لقضايا الناس ومنها قضية القمح في المناطق المحررة. حياك الله أستاذ عرفان. أستاذ عرفان، شهدنا معك التقرير الذي أعده فريق البرنامج عن موسم الحبوب لهذا العام في سوريا، وأيضا بشكل أساسي عن الحرائق التي التهمت قسم كبير كما قلنا في المقدمة من الموسم في كافة المناطق السورية وخاصة في منطقة الشمال الشرقي من سوريا، وأيضا سهول إدلب وحماة حيث تجري المعارك الضخمة بسبب الحملة العسكرية الكبيرة لروسيا والنظام. أريد أن يعني أريد إضاءة من حضرتك حول حجم هذه الحرائق، خاصة أن بعض الصحف العالمية قالت بأن هذه الحرائق تشاهد عبر الأقمار الصناعية ككتل نارية ضخمة. تماما أستاذ مصطفى، طبعا حجم الحرائق كبير جدا، فلذلك تم رصده عبر الأقمار الصناعية، بلغت وتقدر المساحات اللي تم حرقها في شمال شرق سوريا بحدود 75,000 هكتار في الحسكة، ما يمثل 25% من المساحة المزروعة في القمح. في عندنا مساحة حوالي 30,000 هكتار في محافظة الرقة، هذا الكلام من أسبوع وحاليا زادت المساحة أكثر. في عندنا مساحات كبيرة جدا في ريف حماة الشمالي أيضا تم حرقها. في عنا في شمال سوريا، شمال حلب، المناطق القريبة من مناطق التماس مع قوات سوريا الديمقراطية قسد،
طبعاً هنا عصابات قنديل التابعة لحزب البيكيكي. طيب كم تشكل هذه المساحات المزروعة من كم الأراضي المزروعة بالحبوب لموسم هذا العام في سوريا؟ حقيقة إحصاءات دقيقة لا توجد إحصاءات دقيقة، لكن تقدر تجاوز الرقم 125 ألف هكتار حاليا في المناطق اللي أشرنا محروقة. محروقة نعم، ما بين ريف حماة زائد الرقة زائد محافظة الحسكة تجاوز 125 ألف هكتار. طيب هل يتم السيطرة على هذه الحرائق؟ حاليا مع الأسف الشديد طبعا المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح والشعير يتعرض عادة للحرق، لكن بكون في مساحات مثلا بسيطة تتدخل فرق الإطفاء في المناطق، وبكون في فرق إطفاء جاهزة للسيطرة على هذه الحرائق. لكن الغريب الأمر الغريب هذا الموسم عدم التدخل من أي جهة، وخاصة موضوع مساحات كبيرة وشاسعة تحتاج إلى تدخل دول الجوار. مع الأسف الشديد لم نلحظ أي تدخل من دول الجوار في السيطرة على هذه الحرائق. قرأنا عن نداء أصدره الدفاع المدني في سوريا، القوات البيضاء قالوا بأنهم مستعدون للذهاب إلى الشمال الشرقي في سوريا بآلياتهم وإطفائياتهم من أجل إطفاء الحرائق التي تتوسع شيئا فشيئا في هذه المنطقة. طبعا ترفع لهم القبعات أصحاب الخوذ البيضاء، ولهم دور مميز وكبير جدا في المناطق المحررة، وقدموا تضحيات كبيرة جدا، ولا نستغرب منهم هذا العرض، كون القمح هو قمح للشعب السوري، ما هو لأي عصابة موجودة تحكم الأرض. القمح هو قمح سوري، حتى إذا كانت مناطق الحسكة خارجة عن سيطرة الجيش الحر، لكن القمح هو للشعب السوري. طبعا هم قالوا أنهم مستعدون للذهاب إلى الشمال الشرقي إذا تم تأمين فتح ممرات آمنة وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية. نعم تماما، لكن أكيد هناك من سيمنع دخولهم وذهابهم إلى تلك المناطق، وهي القوات المسيطرة على الأرض، قوات أسد. أستاذ عرفان، يعني تأثير هذه الحرائق الكبير على الأمن الغذائي وتوفر الرغيف للمواطن السوري على اختلاف مناطق السيطرة في كامل سوريا الحالية. نعم تماما، طبعا جميع المناطق حاليا في عنا تقريبا 4 مناطق نفوذ في سوريا، هذه المناطق جميعها ما في عندها إمكانية لتغطية احتياجاتها باستثناء منطقة شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد. في عندها طبعا ما يكفي احتياجات المنطقة، لكن خرج 25% من هذا الإنتاج المتوقع لهذا العام. طبعا هذا راح يأثر، قسد راح تقوم كون سعرت بسعر منخفض أقل من النظام، راح تقوم عصابات قسد بتهريب القمح المشترى من المزارعين إلى النظام وتزويد النظام بهذا القمح، وبالتالي راح يكون في انعكاس على المواطن وعلى الشعب في شمال شرق سوريا. أستاذ عرفان، يعني هذا التأثير على المخزون وكفاية الموسم في مناطق قسد ناجم عن تهريب قسد القمح إلى مناطق نظام أم ناجم عن الحرائق أم عن الاثنين معا؟ طبعا ناجم عن الحرائق وعن تهريب القمح الموجود في شمال شرق سوريا إلى مناطق النظام، عن الأمرين مجتمعين. لكن تأثير الحرائق اللي بلغت نسبة 25% من مجموع المساحات المزروعة، طبعا هذا تأثيره ضخم جدا وقوي جدا على قلة أو عملية الأمن الغذائي في شمال شرق سوريا. هل سنشهد في الموسم القادم ارتفاع في سعر ربط الخبز؟ هل سنشهد لا سمح الله مجاعة؟ طبعا هناك انعكاس كبير جدا على موضوع الحرائق، سينعكس هذا سلبا مع الأسف الشديد على توفر رغيف الخبز وعلى وجود احتياطي للأمن الغذائي ولرغيف الخبز في المناطق المحررة. طبعا هو عمل مناجم قبل النظام المجرم من أجل
يقوم به من أجل متابعة سياسته في التجويع وفي الحصار اللي شاهدناها خلال السنوات الثمانية الماضية، راح ينعكس هذا الأمر سلبا على عملية توفير الدقيق، مما سيؤدي إلى استيراد كميات من القمح أو الدقيق من الدول المجاورة. يعني أنت ترى أن هذه السياسة ممنهجة؟ مو أرى، هذا بكل تأكيد هي سياسة ممنهجة غايتها تركيع الشعب السوري الرافض للنظام من 15 آذار 2011. تهجير تجويع وتهجير. طبعا شهدنا عمليات التهجير الكبيرة من حلب، من مدينة حلب ومن حمص ومن ريف دمشق ومن درعا. طبعا النظام عمل منذ 8 سنوات على تهجير الشعب، وحاليا القصف الكثيف والعنيف جدا من قبل روسيا والنظام في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، حاليا حتى الآن حوالي بين 250 إلى 300 ألف نسمة هاجروا وتركوا قراهم وبيوتهم. الإحصائيات أستاذ عرفان تقول حوالي 500 ألف مهجر ونازح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، لكن ما قصدته أن سياسة حرق المحاصيل التي تؤدي إلى التجويع ستجعل من ساكن هذه الأرض الفلاح أو المزارع يشعر بعدم الجدوى من وجوده، خاصة أننا حسب ما علمنا أن هذه الحرائق لعلها الأشد منذ 9 سنوات منذ بداية الثورة السورية. أريد فقط إضاءة أستاذ عرفان على السياسة الممنهجة للنظام في استنفاذ المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين سابقا والآن استمراره في هذا النهج عبر الحرائق المفتعلة. تمام. طبعا إذا منلاحظ مثل ما ذكرت أستاذ مصطفى زيادة الحرائق هذا الموسم، هون هذا الموضوع هذا بيطرح تساؤل، لماذا؟ الإنتاج المتوقع لهذا العام هو إنتاج ضخم جدا قياسا على معدلات الأمطار اللي نزلت اللي تجاوزت الضعف. هذا بيؤدي إلى إنتاج وفير للمزارع، بيؤدي إلى أريحية للمزارع وبحبوحة عند المزارع. فلذلك عمد النظام عبر سياساته الإجرامية والممنهجة إلى حرق محاصيلهم من أجل اتباع نفس أسلوب سياسة التجويع والحصار والتهجير، وربما كان ذلك مربوطا بسياسة التغيير الديموغرافي لتهجير الناس من أراضيهم وإحلال آخرين. طبعا طبعا شيء مؤكد أستاذ مصطفى، عمليا عمليات التهجير اللي يقوم فيها النظام وعبر بعد حصار طويل للمناطق اللي عم حاصرة واتباع سياسة التجويع من أجل يعني يدفع الإنسان وخاصة المزارعين من أجل ترك أرضهم والاستغناء عنها. مع الأسف شديد، لكن من قوله لبشار أسد لا يمكن نستغني عن أرضنا، هي بلدنا وهي سوريا، إنا ما هي لك إن شاء الله. أستاذ عرفان سنتوقف لفاصل قصير ثم سنكون معك من جديد في القسم الثاني من هذه الحلقة، نتكلم عن الموسم الحالي، الحصاد، الأكياس، التسويق، أيضا التسعيرة، وأيضا سنتكلم عن المؤسسة العامة للحبوب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود معكم من جديد. آراء العالم عم تحدث، في ناس عم بيقولوا إن السبب مثلا الحرارة الزايدة المناطق من سبب الحرارة، في ناس يعني عم بيقولوا إن أحيانا ممكن ما يكون من الحرارة، ممكن يكون مثلا حدا معدي من الطريق مثلا سيكارة بالغلط كمثال، شلف سيكارة ممكن تسبب حريق، ممكن يعني الجو له علاقة مثلا عم بصير حرارة زيادة عن اللزوم. يعني الآراء يعني كل ناس يعني عندها آراء مختلفة. مفتعلة يا أخي بسبب الأعراس وأطلاق الرصاص فيها، وبيصير فيها أطلاق رصاص وبيظهر خطاط، هالخطاط هو عمال يسبب احتراق الأراضي الزراعية. ما في أرض تدش عليك من الهواء إلا تكون نار مشعلتها طبعا، ونحن هون على خط جبهة
واوقات البي كي كي بيضربوا قذائف علينا وبحرقوا الاراضي بالقناصات وبالطلق المتفجر، وهذه اسباب الوحيده يعني. طبعا مفتعل يعني من طرف الحزب البي كي بيضربوا طلقه او قذيفه تنحرق الاراضي وما ما حد بيستجيب له بتطفي غاده بتشرق يعني النار بتسحب الهواء بتحرق الجدارات. والله يا استاذ مفتعلي لانه ما عندنا بس هالاراضي، ليش ما عم لب عندنا اراضي بس اللي متاخمه لتخوم الحزب الحزب البي كي كي؟ عندنا اراضي كثير يعني لكل البلاد مليانه اراضي عندنا المنطقه، ما عم لب غير على تخومهم، ما في زيتون انقطع غير على تخومهم، الزيتون عم قصوا السجر بالمناشير مع الارض اللي تعبانين عليها مربينا بسعر اولادنا، عم يجوا يقصوها بالمشار من الارض ويروحوا يبيعوها حطب. اهلا وسهلا بكم في بدايه القسم الثاني من هذه الحلقه. اهلا وسهلا بك استاذ عرفان. اهلا وسهلا استاذ، حياك الله. استاذي شهدنا معا الاستطلاع الذي اعده فريق البرنامج، وكان سؤال الاستطلاع: هل تعتقد ان حرائق مواسم الحبوب في سوريا مفتعله؟ اريد منك تعليق على هذا السؤال، وايضا اريد ان اعرف من يقف وراء هذه الحرائق، هل فقط النظام وروسيا؟ طبعا لا أعتقد، بل أجزم أن الحرائق مفتعلة من قبل النظام وروسيا وميليشياتهما. طبعا ميليشيات قسد التابعة للنظام من تحت الطاولة، وهذا أمر معروف وجلي للناس كلها في المناطق المحررة، ومعروف هذا لكل السوار. قسد تابعة للنظام بشكل غير مباشر وتعتمر بأوامر النظام. جميع الحرائق التي تمت، إذا بدنا نحاول نرصد وين عم تصير الحرائق، في شمال شرق سوريا حيث سيطرة قسد، في شمال حماة، في المناطق المتاخمة لقسد حول ترفعت ومارع والقرى المحيطة فيها. تنظيم الدولة؟ تنظيم الدولة طبعا وردت بعض التقارير، حرق بعض المحاصيل في المناطق اللي موجود فيها في البادية، في قسد يعني مناطق سيطرة قسد أم في البادية؟ في البادية قام بحرق بعض المحاصيل أيضا. طبعا سياسة ممنهجة من قبل جميع هذه العصابات من أجل حرق المحصول اللي عم ينتظره المزارع لمدة عام كامل من أجل توفير لقمة العيش لأفراد أسرته. ولكن لماذا هذا العام بالذات، يعني لماذا هذا التركيز في هذا العام بالذات على حرق الموسم؟ بسبب ضخامة الانتاج لهذا العام، وهالانتاج هذا راح يوفر عائد جيد ودخل جيد للمزارع، راح ينعكس على حياته وعلى توفير مستلزمات معيشته. قامت هذه الجهات مجتمعة، قسد ونظام وروسيا إضافة لداعش في بعض المناطق، بحرق هذه المحاصيل من أجل إذلال وتهجير، حتى يعني عمليا أستاذ مصطفى تراجعت زراعة القمح خلال السنوات الثورة بسبب حالة عدم الاستقرار. فاللي بعد ما الناس شعرت إلى حد ما بأنه مثلا ممكن يزرع، هلأ حاليا عم نحرق له محصوله، إذن رح نجبره ليهاجر ويترك أرضه. قيل أن أحد أسباب ازدياد الحرائق وتفاقم الضرر لدى المزارعين هو عدم توفر الحصادات في الوقت المناسب في مناطق سيطرة قسد. طبعا معروف في سوريا عدم كفاية الحصادات، هذا الكلام قبل الثورة، الحصادات الموجودة في سوريا غير كافية، فلذلك كان هذا الكلام معروف يعني قبل الثورة، ينتظر أحيانا المزارع 15 أو 20 يوم على الدور لحتى يجي دور حصاد محصوله. حاليا في المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي الحصادات متوفرة، خلال 4-5 أيام ممكن المزارع يحصد محصوله. وفي مناطق قسد؟ بينما في مناطق قسد التي منعت دخول الحصادات إلى تلك المناطق وغير متوفرة الحصادات الكافية لحصاد المحصول، علما قامت بعض الجهات بتأمين حصادات لمناطق قسد وأدخلت لهم حصادات
لكن طبعا ما هي كافية لحصاد كامل. لماذا منعت قسد دخول الحصادات كما قلت؟ لحرق المحاصيل، لإزلال الناس اللي عايشين عندها تحت سيطرته، إجبارهم على ترك أرضهم، إجبارهم على الهجرة والنزوح إلى المناطق المحررة أو إلى خارج سوريا. أستاذ عرفان، يعني ما هو تأثير هذه الحرائق على استمرار بقاء أصناف القمح السورية الأصيلة؟ هل هناك خطر على هذه الأصناف المعروفة بجودتها عالميا؟ من هذه الناحية لا أعتقد أنه في خطر على المحاصيل أو الأصناف الموجودة في سوريا، كون عم ينحرق مساحات عشوائية بشكل عام، يعني بغض النظر في مخازين وراثية موجودة سواء في مناطق النظام أو في مناطقنا المحررة، في عنا مخازين وراثية معروفة لأصناف القمح طبعا يحتفظ فيها للسنوات لمتابعة إكسارة وتوزيع على المزارعين. أنا قلت ذلك لأنه معروف أن كل منطقة زراعية سورية تزرع بصنف محدد من الأقمح. تماما، يزرع الصنف القابل للتوزيع، لكن المخزون الوراثي النواة والنوية موجودة في، يعني النوية تحديدا موجودة في بنوك زراعية من أجل المحافظة عليها. أستاذ عرفان، لو انتقلنا الآن إلى الموسم في المناطق المحررة، أقصد درع الفرات وعفرين ومنطقة إدلب وريف حماة أيضا وما تبقى من ريف اللاذقية، كم هو الإنتاج المتوقع لهذا الموسم؟ طبعا الإنتاج المتوقع لهذا العام في جميع المناطق في سوريا هو إنتاج عالي نتيجة معدلات الأمطار العالية. في إدلب يقدر الإنتاج بحوالي المتوقع بحوالي 240 ألف طن، في عفرين يقدر بحدود حوالي 4000 طن، لأنه بالأصل العفرين تعتمد على أشجار الزيتون. في عنا شمال حلب من أعزاز حتى جرابلس، طبعا المساحة المزروعة تقدر ب 30000 هكتار، يقدر إنتاجها بحدود 100000 طن لهذا الموسم. ما هي الإنتاجية المتوقعة لكل هكتار؟ الإنتاجية طبعا عالية، تتراوح بين 3 طن حد أدنى في منطقة الاستقرار الثانية والقريبة إلى الثالثة، وحتى 4.5 طن إلى 5 طنات حتى أحيانا في منطقة الاستقرار الأولى، في طبعا الشريط 10 كيلومتر تقريبا المحاذي للحدود التركية. ما شاء الله. طيب ما هي استعدادات المؤسسة العامة للحبوب لاستقبال هذا الموسم؟ جئنا إلى الوجع. طبعا وجع مؤسستنا حقيقة منذ بداية تأسيسها، طبعا رح نعرج شوي على تأسيس المؤسسة العامة للحبوب. أحدث بالقرار رقم 16 صادرا للحكومة السورية المؤقتة بتاريخ 15/5/2014 بأربع فروع في درعا مع الأسف المحتلة، وحمص أيضا المحتلة، وإدلب وحلب. هذه الفروع كانت تعمل على شراء الموسم وساعدت وكان لها دور في تشجيع المزارع إلى العودة لزراعة القمح ومحصول القمح من جديد بعد ما عكف المزارع عن زراعة هذا المحصول بسبب عدم وجود جهة تسويقية تقوم بشراء هذا المحصول. طبعا المؤسسة حاليا مشكلتها هي مع الأسف الشديد تخلي دول العالم عن هذا الشعب الأعزل، تخلي دول العالم عن دعم المؤسسات المدنية التي تقوم بتوفير رغيف الخبز وغيره من الخدمات سواء في القطاع الصحي أو غيره من المجالات. حديثنا الجانب الزراعي حقيقة في عزوف من جميع دول العالم عن دعم هذه المؤسسة، باستثناء طبعا الصندوق الدولي لإعادة إعمار سوريا، صندوق الائتمان الذي يقدم مواد عينية ولا يقدم
دعم مادي للمؤسسة. أعزائي المشاهدين، سنلقاكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وقضية جديدة من برنامج قضايا. لمتابعة برنامجنا تابعوا صفحة الفيس الخاصة بالبرنامج وأيضا موقعنا على الأنترنت halabtodaytv.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.